عناصر وجبة السحور الأساسية يلي لازم نتناولها لحتى تمدنا بالطاقة طيلة صيام يوم طويل. هالوجبة الضرورية من شو بتتكون وشو فايدتها؟ خلونا نشوف الدكتور محمد لحتى يحكي لنا عن هالموضوع أكثر. تابعونا. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا يا أهلين. دكتور اليوم حلقتنا مثل ما حكيت معك قبل شوي رح تكون عن أهمية وجبات السحور، شو بتحب تخبرنا عن هذا الموضوع؟ يعني السحور هي وجبة ضرورية جدا للإنسان لحتى يقدر يستعين على صيامه طول النهار. فوقت واحد بيتسحر بشكل جيد بيتناول كمية كافية من اللحوم إن وجدت طبعا، وحليب وبيض ولبن وزيتون وعسل، فهدول يشرب مي بشكل طبيعي، ما يصرف يشرب الماء بشكل كتير، فهي رح تعطي ذخيرة شوي للجسم ويستعين على صيامه طول النهار. أهمية هالوجبة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسحروا إن في السحور بركة. نعم، هلأ صوموا تصحوا مو معناته أن واحد بيسمن أو شيء، لا، هي تصحوا أن الجسم بيصير صحيح، وهي أنه الكبد والطحال والمعدة والأمعاء بتاخد استراحة، وبالتالي من ضمن هالاستراحة هاي شو بتصير؟ بترجع بتعمل إعادة بناء لخلاياها المخاطية اللي هي باستمرار بتروح مع الأكل يعني. فشو بيصير بخلال هالاستراحة هذه؟ تقدر تستعيد كل الخلايا المخاطية الموجودة، وبالتالي بيصير الجسم بشكل صحيح. يعني صوموا تصحوا، وهو أن الجسم يستعيد نفسه، عرفتي علي كيف؟ وبالتالي بيصير الإنسان سليم البنية وصحيح البنية، هذا نحن المقصود فيه. بينما بالسحور يعني هلأ إذا واحد مثلا بعض العادات الخطأ خلينا نقول بس بيفطروا ما بيتسحروا أو بيشرب له كاسة مي، هذا شيء خطأ، شيء خطأ طبعا. فنحن لازم في ناس إنه تشرب فنجان قهوة كمان هذا خطأ، نحن ما عندنا مانع أن يتسحر ويأخذ وجبته ويشرب فنجان قهوة بعدها، ما في مشكلة، بس انه بس يفيق ليشرب كاسة مي او فنجان، وهذا بيضر الخلايا المخاطية كلها بالمعدة والأمعاء والكولون. تسحروا فإن في السحور بركة، وهو بتناول وجبته الطبيعية بتعود الجسم بيقوى فيها لحتى يقدر يرمم نفسه، فهي هي البركة، وهذا هي الصحوة او الصحيح الصوم تصحه، يعني انه السلامة في الجسم. يعني دكتور نقص هالوجبة وجبة السحور لشو بيؤدي؟ نقص الوجبة بيؤدي لانخفاض معدل مستوى السكر بالدم، لهبوط ضغط، الخلايا ما بتقدر يعني بتقدر بترمم نفسها، وبالتالي أضرارها كثيرة. نحن لا ننصح بها يعني نحن بنقول يجب على الإنسان أن يتسحر ويصوم حسب الأوقات، لأن هي اللي بدها تعطي السلامة للجسم. شو هي الأغذية اللي لازم تكون متوفرة على وجبات السحور؟ الأغذية الأساسية. الأغذية الأساسية هي الحليب والبيض واللبن والزيتون وطبعاً المربيات والعسل، وهدول إن وجدوا طبعاً. نحن حالياً بلدنا بظروف تعبانة، فنحن بننصح بهالظروف التعبانة الخضار، الفواكه إن وجدت كمان كتير مفيدة، الخبز كتير مهم، عامل مهم بهالموضوع. ممكن شوربات كمان، شوربات على السحور كمان بتفيد، خاصة إذا فيها لحمة ناعمة يعني. فهذا طبعا احنا كله هلا عم نحكي الاوبتيمال، يعني الشروط المثلى يعني، بس شو ما واحد توفر معه، المهم يعني يقتات لو ولو بتمره، ولو بتمره لان هي مغذيه جدا يعني. دكتور هلا نحن مثل ما بنعرف في ناس كثير، هي قصه شائعه، في ناس بتفطر وبتقول انا ما بدي اتسحر مشان اخفض وزني، بصير معهم شيء عكسي فبينصحوا برمضان، ليش بصير؟ لا، هذا شيء معلومات غير صحيحه. المعلومات الطبيه هي انه واحد يعني يفطر ويتسحر، لأني إذا بس على طاقة الفطور هالوجبة الوحدة اللي بياخذها خلال 24 ساعة لن تكفيه نهائيا، وبالتالي قد تؤدي إلى أمراض، قد تؤدي إلى أمراض قرحة، قد تؤدي إلى أمراض كولون، قد تؤدي إلى أمراض كبدية، فبالتالي نحن لا ننصح بهالشيء هذا يعني. دكتور هلا شو هي كمية المي اللي لازم نحن نتناولها على السحور لحتى تمدنا بالطاقة وتمنع عنا العطش خلال فترة الصيام من النهار؟ يعني هو بعد ما الإنسان يتسحر المعدة إلى كاباسيتي معينة، إلى حجم معين، فنحن بهالحجم هذا شو ما بقدر هو يتسحر، راح يتناول كوب أو كوبين ماء،
بس انه يشرب له مثلا 4-5 كاسات مي ولا 6 كاسات مي ولا المعده تتمدد بشكل اكثر من الطبيعي، هذا كمان شيء مضر. في كثير ناس انه بتشرب على السحور انه 2-3 و4 بتقول انه انا بدي مشان ما اشعر بالعطش، فهي بتطرحهم عن طريق صحيح. بعد ساعتين بيشعروا بالعطش بزياده، فنحن لا ننصح بهالموضوع هذا، لاني هن هدول ذاتا اخذهم زياده عن حاجته، فكل شيء الجسم زياده عن حاجته رح يطلع له كميه. طبعا طبعا نحن ما بننصح انه واحد ياخذ شيء زياده عن حاجته. دكتور، شو هي الأغذية إنه اللي أنت ما بتنصح يتناولوها الناس على وجبة السحور إنه ممكن تشعرهم بالعطش ممكن؟ نعم، هلأ نحن بالنسبة لوجبة السحور الشغلات اللي فيها بهارات كتير، الشغلات اللي فيها مالح كتير، مثلا واحد يأكله صحن مخلل يعني على وجبة السحور، هذا إجباري بده يصير في حاجة للماء بعد بالنهار، فشو بيصير؟ نحن ما بننصح بتناول أي شغلات فيها مالح زيادة أو بهارات زيادة، يعني هدول بيخلوا الجسم يطلب مي أكثر من الطبيعي، فالشغلات اللي فيها مالح أو بهارات لا ننصح باستخدامها. الشغلات الحلوة المربيات العسل ننصح بهم، الحليب مثل ما حكينا. بالنسبة للمتوفر داخل سوريا، نحن مثل ما بنعرف الأوضاع بسوريا ما بتسمح صحيح. فنحن بهالموضوع مثل ما حكينا انتوا شوربة الخضار مثلا ممكن على السحور. طبعا شوربة الخضار كتير مفيدة مع شوية برغل، إذا كان البندورة كتير مفيدة لأن فيها كمية ماء، وكل شيء مقدر ممكن يحصل عليه بحالة الحرب، يعني جميع أنواع الخضار، ممكن السلطة مثلا، السلطة شوية بقدونس شوية جرجير شوية بصل أخضر، يعني شو بتوفر من الخضار، هدول فوائدهم عظيمة جدا لأن فيهم كمية ماء تطرح إلى الجسم. فلذلك المحاصرة ممكن يكون في أعشاب، أعشاب كل الأعشاب كله هذا مفيد جدا، يعني ممكن يتم تناوله على وجبة السحور. نعم نعم. هلا في خطأ شائع بيقول إنه في ناس بتاكل معروف مع عرق سوس بيشربوه على السحور. نعم. هذا الشيء هلا إذا كان كمية قليلة لا مانع، ولكن نحن عم نشوف ناس عمال يعملوا إفراط بهالموضوع، فاللي بتناول معروك زيادة وكاستين ثلاثة سوس هذا شو بيؤدي؟ بيرتفع السوس بيرفع الضغط بيساوي وجع راس، فنحن كمية زائدة لا ننصح بها، بينما كمية معقولة مثلا 3/4 نص كاسة أو 3/4 كاسة تعادل 100-150 ملي لا مانع في ذلك. السوس بيرفع ضغط، بيرفع الضغط ويساوي وجع راس طبعا. مو بس مريض الضغط، لا الإنسان الطبيعي، للإنسان الطبيعي بيرفع له ضغطه، حتى هو إذا شرب كاستين ثلاثة سوس بعد شي نص ساعة ساعة راح يحس إنه راسه عم يجعه، وهذا بسبب ارتفاع الضغط. دكتور، شو هي النصائح الأخيرة اللي بتوجهها للناس بالداخل عن أهمية وجبة السحور؟ بننصحهم إنه شو ما قدروا يتناولوا خير وبركة، يعني شو ما توفر معهم، لو توفر معهم تمرية، لو توفر معهم خضار، لو توفر معهم أي شيء، فيحاولوا يتناولوا أي شيء على السحور، ما يتركوا حالهم بدون وجبة سحور، فهذا الشيء كتير مفيد لجسمهم ولصحتهم. وجبة السحور لها أهمية كتير كبيرة طبعا، بتضاهي وجبة الإفطار. كلامك صحيح، قد تضاهي وجبة الإفطار. نعم. نعم. بتشكرك دكتور كتير على هالإفادة اليوم، كلك زود. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. تابعوني بكرة بنفس الموعد بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج صحتك وصيامك.